بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الأحباء في درس جديد من سلسلة دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم خطة حل المسألة الاستدلال المنطقي. وعد الدرس الأستاذ عامر الدوسري، تقديم الأستاذ فضل رسمي. لنبدأ سويا بفكرة الدرس. فكرة الدرس أحل المسألة باستعمال خطة الاستدلال المنطقي. السؤال الأول يقول: ميساء وعائشة ولؤي، ميساء وسامي وعائشة ولؤي أربع أطفال في الروضة، أعطتهم المعلمة كرات ذات ألوان مختلفة، زرقاء حمراء صفراء خضراء. استعمل المعطيات التالية لتحديد كرة كل من الأطفال الأربعة. سامي، أول شيء معطيني معلومة، يقول سامي وصاحبة الكرة الخضراء أخوان. سامي وصاحبة الكرة الخضراء أخوان. صاحب الكرة الصفراء بنت. لؤي وصاحب الكرة الحمراء يلعبان معا، ميساء ليست أخت سامي. طيب إحنا علشان نحل أي مسألة، حياكم الله يا ريج وسلمى وجهاد، علشان نحل أي مسألة لابد لنا عندنا أربع خطوات لحل المسألة الرياضية. الخطوة الأولى وش نسوي؟ أول خطوة لحل المسألة، أول شيء وش نقول؟ أول خطوة اللي هي افهم. افهم يعني طلع إيش المعطيات من السؤال والمطلوب. طيب ما معطيات السؤال؟ المعطى الأشياء اللي معطيني إياها الأربع نقاط هذه اللي أسامي وصاحبة الكرة الخضراء أخوان وصاحب الكرة الصفراء بنت وأيضا لؤي وصاحب الكرة الحمراء يلعبان مع بعض وميساء ليست أخت سامي. هذا أي معنى؟ وإيش الخطوة اللي بعدها وما المطلوب؟ المطلوب تحديد كرة كل واحد من الأطفال الأربعة. خطط، إيش الخطة المناسبة يا جهاد؟ وإيش الخطة المناسبة اللي هي خطة الاستدلال المنطقي لتحديد أصحاب الكرات أي أصحاب الكرات. أعمل جدول ونظم فيه البيانات الموجودة عندي. الآن حل هذا الجدول، كتبنا فيه وش الأطفال الأربعة اللي هو سامي وميساء وعائشة ولؤي. الألوان وش هي؟ زرقاء وحمراء، في كرات زرقاء وحمراء وصفراء وخضراء. الآن نبدأ مع بعض، نتناقش مع بعض. الآن المعلومة رقم ثلاثة، شوف المعلومة رقم ثلاثة، لؤي وصاحب الكرة الحمراء يلعبان معا. وش يقصد بالمعلومة هذه؟ المعلومة هذه لؤي وصاحب الكرة الحمراء يلعبان معا. وش تعطيني هذه؟ في البداية خلينا نحط اكس، احنا نحط اكس على كل شيء، اي مربع لا يتحقق نحط عنده اكس. الان ضع اشارة اكس، المربع لا يمكن تحقيقه او ليكون غير صحيح. في البداية المعلومة رقم ثلاثة وش يقول؟ لؤي وصاحب الكرة الحمراء يلعبان مع بعض، هذا دليل على ان لؤي، هل الكرة مع لؤي حمراء؟ يقول لؤي وصاحب الكرة الحمراء. يا سلام، نحط اكس عند لؤي في اللون الاحمر. معلومة الثالثة قول ان لؤي ليس صاحب الكرة الحمراء، نحط اكس الان عند لؤي عند اللون الاحمر، صحيح؟ طيب ممتاز. الآن باقي في المسألة بيان ثاني، يقول لؤي وصاحب الكرة الحمراء، هل صاحب الكرة الحمراء بنت ولا ولد؟ لأن أنا عندي ميساء بنت، سامي ولد، عائشة بنت، لؤي ولد. الآن يقول لك لؤي يا سلمى، يوم يقول لؤي وصاحب الكرة الحمراء، أجل صاحب الكرة الحمراء لازم يكون ولد. مين اللي أول ولد اللي باقي؟ هل هو ميساء ولا سامي ولا عائشة؟ ما باقي معنا إلا مين؟ يا سلام، أجل نحط صح عند الكرة الحمراء لسامي. هذا معنى كذا أن سامي كرته إيش لونها؟ أحمر. سامي مع الكرة لونها أحمر، فبالتالي نحط إكس لجميع الألوان الأخرى لسامي. يعني سامي كرته ليست زرقاء وليست صفراء وليست خضراء، سامي وكرته حمراء. انتهينا الآن من سامي، انتهينا من المعلومة رقم ثلاثة. خلينا نرجع للمعلومة
رقم واحد ورقم كم؟ اثنين. يقول المعلومتان الأولى والثانية تقولان، الأولى والثانية، سامي وصاحبة الكرة الخضراء، أخوان، سامي وصاحبة، يعني الكرة الخضراء لمين؟ بنت ولا ولد؟ سامي وصاحبة الكرة الخضراء، يا سلام، بنت، ممتاز. صاحب الكرة الصفراء، صاحب الكرة الصفراء بنت، يعني الآن البنات وش لون الكور حقتهم؟ أخضر وإيش؟ وأصفر. البنات ألوان الكور حقتهم خضراء وإيش؟ وصفراء. ممتاز، هذه المعلومتين اللي عندنا الآن، رقم واحد رقم اثنين. المعلومتان يقول الأولى والثانية أن الكرتين الخضراء والصفراء للبنتين، والكرات كرات الأولاد زرقاء وحمراء. معنى كذا أن البنات دام خضراء وصفراء للبنات، معنى كذا نحط اكس عند سام ميساء عند الازرق والاحمر، ازرق اكس واحمر اكس، لان هذه الوان بنات الوان اولاد. وعند عائشه نفس الطريقه، اكس عند الزرقاء واكس عند الحمراء. ممتاز الان. ونحط ايضا اكس للاولاد عند صفراء وخضراء، نحط عند له اي اكس عند صفراء واكس عند خضراء، صحيح؟ وش بقي لو له اي؟ لا مش باقي له اي لون. شوف الان اكس عند احمر، والاكس عند الاصفر، واكس عند الاخضر، وش باقي له اي لون؟ لؤي، وش باقي له؟ يا سلام، لؤي هو اللون الازرق، اجل معنى كرة لؤي صارت لونها ازرق. عرفنا ان سامي كرة لونها حمراء الان، ولؤي كرة لونها زرقاء. الان باقي معي ميساء وعائشة. نجي الآن المعلومة رقم أربعة، يقول ميساء ليست أخت سامي. ميساء ليست أخت سامي، إيش استفيد من المعلومة هذه؟ أن ميساء ليست أخت سامي، وش استفيد منها؟ إذا كانت ميساء ليست أخت سامي، إيش تستفيد؟ استفيد هنا يقول لك سامي وصاحبة الكرة الخضراء، أخوان. سامي وصاحبة الكرة الخضراء، أخوان. إذا كانت ميساء ليست أخت سامي، أجل ميساء ليست صاحبة الكرة الخضراء. نحط إكس عند الكرة الخضراء عند مين؟ عند ميساء، أجل ميساء ليست صاحبة الكرة الخضراء. معنى كذا إن ميساء وش صاحبة الكرة ليش؟ يا سلام، صفراء. وإيش باقي؟ أي لون؟ باقي فقط الأخضر لعائشة، فيصير كذا حلينا السؤال. بالطريقة هذه حلينا ليش؟ السؤال. يا سلام. طيب معنى كذا خلينا نحدد الان الوان كل واحده منهم. الان عندي اذا ميساء هي صاحبه الكره الصفراء، وسامي صاحب الكره الحمراء، وعائشه صاحبه الكره الخضراء، وعندنا لؤي هو صاحب الكره ليش؟ الزرقاء. واضح الطريقه؟ هذه الطريقه تسمى الاستدلال المنطقي، اللي يعطيني معلومه ثم من المعلومه انا استفيد منها معلومه، يا اني انفي معلومه موجوده أو أثبت معلومة. فبالطريقة هذه لما تنتهي من المعلومات كلها تجد أن الإجابة صارت واضحة عن طريق ليش؟ يا إما النفي أو الإثبات لأي واحد منهم. نشوف الآن سؤال آخر. يقول تحقق الخطوة الرابعة، بما أن الصفات تتطابق مع السؤال فإن الحل معقول، لأن فعلا تطابقت على جميع ليش المعلومات الأربعة هذه على الجدول اللي رسمناه. الآن سؤال يقول وظيفة كل من سعود وسلطان ونواف، عندي سعود سلطان ونواف، عندي واحد منهم طبيب والثاني معلم والثالث مدرب رياضة. إذا كان سعود طيب يعطيني الآن معلومات علشان أحدد وظيفة كل واحد منهم، يعطيني معلومات وأحدد وظيفة كل واحد منهم. أول معلومة يقول إذا كان سعود لا يحب الرياضة، ايش استفيد من المعلومة هذه؟ أن سعود لا يحب الرياضة. سعود لا يا جهاد وفريق. معلومة يقول إذا كان سعود لا يحب الرياضة. يا سلام، أن سعود ليست مدرب رياضة، يعني مدرب مهنة مدرب الرياضة هذه مهنة ليست لسعود، نحط عند سعود إكس عند تدريب الرياضة. يا سلام. نبدأ الآن نحط هذه المعلومة، قدم المعلومة الأولى، سعود لا يحب الرياضة، أجل سعود ليس مدرب
رياضة نحط عند إكس عند مدرب الرياضة مع سعود. فعرفنا الآن أن مدرب الرياضة يا إما سلطان أو نواف. روح للمعلومة الثانية، يقول سلطان ليس معلما ولا مدرب رياضة. سلطان ليس معلم ولا هو مدرب رياضة. بيجي يقول إن سلطان، المعلومة هذه أستفيد منها إني أضع إكس عند مين؟ عند يعني بالنسبة لسلطان عند مدرب الرياضة وعند معلم. وش يبقى وظيفة سلطان؟ وش تصير؟ سلطان ليس معلما ولا مدرب رياضة، نحط إكس عند المعلم وعند مدرب الرياضة. وش يبقى سلطان؟ سلطان وش يصير؟ يا سلام، لا نبي سلطان وش وظيفته الآن؟ وش باقي له؟ خلي نواف. يا سلام يا سلام، يعطيك العافية. فعلا بعد باقي لسلطان إلا إنه يصير طبيب. فعرفنا الآن مهنة الطبيب، الطبيب من فيهم؟ الآن سلطان هو الطبيب. يبقى معي مدرب الرياضة والمعلم. نبدأ الآن نكمل. إذا كان سعود ليس مدرب رياضة وسلطان ليس مدرب رياضة، مين اللي باقي مدرب رياضة؟ سعود ليس مدرب رياضة، نشوف هنا. نواف يحب الجري، فمن هو المعلم؟ نواف يحب الجري، أجل معناها أن نواف هو مدرب الرياضة. نواف يحب الجري، أن نواف مدرب الرياضة. نعبي الجدول باقي إكسات كامل، صار عندي المعلم مين؟ المعلم هو سعود. المعلم هو سعود. ليش؟ لأن سلطان صار طبيب ونواف صار مدرب الرياضة. مش باقي مهنة لسعود؟ ما عاد باقي لسعود إلا مهنة المعلم. فصار يقول لك فمن هو المعلم؟ المعلم هو سعود. واضحة الطريقة؟ هذه الطريقة تسمى طريقة الاستدلال المنطقي. سؤال: حديقة مساحتها 16 متر مربع، فإذا كان الطول والعرض عددين صحيحين، يعني طول الحديقة وعرضها عددين صحيحان، فهل تكون الحديقة مربعة الشكل؟ فسر إجابتك. يعني لازم الحديقة هذه لابد يكون شكلها مربع عشان يصير مساحتها 16. أي سلمى يا جهاز، لابد إن تصير الحديقة هذه شكلها مربع عشان تصير مساحتها 16. يا سلام يا سلام عليك سلمى. ليش جهاز تقول ليس بالضرورة، سلمى تقول نعم. طيب يقول فسر الإجابة. تفسير الإجابة هي اللي راح يحدد لنا هل الجواب صحيح ولا لا. يقول أول شيء الحديقة هذه مساحتها 16 متر متر مربع، ليس بالضرورة أن أي مساحة 16 متر مربع يكون شكلها مربع. ممكن تكون مربع طول ضلعها 4، وممكن تكون مستطيل، يعني ممكن يكون مستطيل. الحديقة هذه طولها كم؟ 8 وعرضها 2، تضرب 8 في 2 بكم؟ ب 16. ونقول الان قواسم العدد 16 هي كم؟ ليس بالضروره، لان مساحه المستطيل والمربع تساوي الطول في العرض. قواسم العدد 16، 1 و2 و4 و8 و16. فلذا ممكن ان تكون حديقه مربعه الشكل طول ضلعها 4، وقد تكون مستطيله بعدها 1 و16 يعني متر، والطول 16 متر، وممكن تكون 2 و8، وممكن تكون اي شكل اخر، بس بشرط ان مساحتها تكون كم؟ 16 متر مربع. واضح يا سلمى؟ ليس بالضروره ان يكون، لابد تكون مربعه الشكل، ممكن تكون مستطيله او اي شكل اخر، بس اذا حسبت مساحته بتكون 16 متر مربع. ملخص درسنا اليوم: حل المسائل واستخدام خطة الاستدلال المنطقي، وذلك عن طريق استخدام الخطوات الأربعة اللي هي ايش؟ افهم وخطط وحل وتحقق. طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، لنا لقاء إن شاء الله في درس قادم. في أمان الله.